ازاي اتخلص من الاحباط؟ انا محبط، اعمل ايه؟ الاحباط ده ايه الاول؟ الاحباط ده طبعا انا هوزع النظر على الثلاث حاجات، فركزوا معايا. الاحباط عباره عن شعور سلبي، شعور نفسي سلبي جاي نتيجه محاوله ان انا عماله اقاوم حاجه او وضع حالي او حاله نفسيه او امر واقع عليا وانا مش عايزه، انا مش راغب فيه، انا عايز ادفع الامر ده، انا مش عارف فبحبط. الامر ده له علامات، يعني الاحباط ذات نفسه له علامات لازم نخلي بالنا منها. العلامات حزن شديد جدا، انا احبطت فانا حزينه جدا جدا، او انا حزين مش عارف اطلع من الحاله الشعوريه ديت. العلامة التانية ان انا دايما في قلق ودايما المزاج متقلب، يعني انا في قلق ومزاجي متقلب. والاسوأ علامة توقع الاسوأ، وتوقع الاسوأ ده يعني بيبقى طالع منه سوء ظن، ودايما انا متوقع الشر جاي قدام والسوء جاي قدام، وابدا هيفضل حالي كده ومش هيتغير، وانا 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 كل الكلام ده نتيجة لإيه؟ نتيجة لحاجة واحدة بس، إن أنا متوقع الأسوأ. دي علامات الإحباط. رابع علامة بيبقى عندي نوع من الكسل، كسل ده مش قادر بقى، ما أنا محبط مش عايز أعمل حاجة فأنا كسلان، أنا أقوم أعمل ليه بقى؟ ما خلاص أنا في حالة إحباط، والشعور السلبي ده مأثر عليك. خامس حاجة طبعاً فقدان الأمل، ودي كارثة من الكوارث، وخصوصاً لما أكلم شباب دول ما عنديش أمل، خلاص فقدت الأمل في الحياة. ليه؟ ليه ده أنت لسه شباب ولسه قدامكم الحياة؟ لا اقول لك خلاص انا فقدت الامل، وضع وضع وضع. طبعا كل الكلام ده هنعالجه النهارده لانه له حلول، ما يعني مش حاجه بقى ملهاش حلول، لا لها حلول. إيه الاحباط ذات نفسه بيبقى له اسباب، ماشي احنا نقول اسباب وعلاج، احنا قلنا المظاهر تعالوا نقول الاسباب. اهلا وسهلا بيكم، اهلا بيكم. طيب خلينا نقول اسباب الاحباط. اولا انا عايش في بيئه كئيبه جدا، وكل اللي حواليا مكئبني ومعيشيني في الحاله الشعوريه السلبيه ديت، ان انا مش عارف اغير حالي فانا اكتئبت. البيئه اللي حواليه ذات نفسها بيئه كئيبه. يفشل في المحاوله ذات نفسها ان هو يغير قرار، ما انا طول ما انا شايف كده وواقف محلك سر ما برضاش اقوم، فانا فاشل مش قادر اخد قرار ومش قادر اغير الامر ده، ودي كارثه من الكوارث. ثالث سبب بصوا بقى، الافكار السوداويه، ودي بيقع فيها الشباب والبنات. وانا بخاطب النهارده الشباب بصفه خاصه الجزء الاولاني ده، بس بيشترك فيه البنات والزوجات برضه. لكن عشان بيقول لك ايه بقى، انا عندي فكره، يبقى عندها فكره سلبيه او فكره سوداويه او فكره خاطئه، هو المخ اللي جابها بدون اي حقائق علميه ولا حقائق كونيه ولا حقائق شرعيه ولا حتى حقائق للواقع من رفع الواقع اللي هي فيه. فتيجي الفكره الغلط السلبيه اللي عليها ديت فتعمل ايه؟ فالمشاعر تتغير، فبعد المشاعر ما تتغير القناعات ذات نفسها تتغير والادراك يتغير، فالجوارح تعمل ايه؟ تحبط. تبقى اعمل كده. وانا شرحت لكم مره، قلت لكم دايما لما بتاثر او بتسيطر الافكار السلبيه علينا بتبقى كارثه جدا يا جماعه. الافكار السلبيه والافكار الخاطئه يا ريتها صحيحه، يعني تيجي تكلم مثلا بنوته تقول لك يا بنتي انت فاهمه غلط اصلا، وعلى هذا الاساس انت اتصرفتي كده، او انت في حاله الاكتئاب اللي انت فيها دي، او في حاله الحزن الشديد انا مش قادره اطلع نفسك فيه، يا ابن الحلال انت فاهم الموضوع غلط. ونيجي نفهمه، الافكار الخاطئه دي لما تبقى عايش فكره سلبيه تكسرك، تكسر ما تبقاش عارف تقوم. وقلت لكم عملنا مره تمرين مع حد واخد بطل في العاب القوه، حد كده مجانس يعني، بصوا ليك بقى عشان ظهر خليك وهلا وجعها مش قادره اتكلم. إيه انا عارفه، عارفه يا سمر، سمر بتقول لي اللي بنشوفه من الدنيا بيخلينا محبطين، تمام ايه المشكله؟ محبطين هنقول دلوقتي ونطلع ازاي ويبقى الامل. انا هنا موجوده عشان تفرحوا وتضحكوا ويبقى عندكم امل. فالنقطه ان احنا بيبقى قلت لكم جبنا واحد كان بيلعب العاب قوه ومجانس بقى وعضلات وحاجه وايه بقى والسكسي حاجه جميله تراي وباي والكلام ده، وعايشناه بفكره سلبيه. وانا شرحت لكم الموضوع ده للناس اللي متابعه المحاضرات عارفه الكلام ده، وشرح وقلنا له عيش فاكر الامر السلبي كذا، امر محزن عندك، امر انت حاسس ان انت انهزمت فيه، وامر كذا وامر كذا. قال اه. قلت له ارفع ايدك. ورفع ايده. ها قلت له قومني بكل القوه والعضلات اللي موجوده فيه. ما عرفش يقوم. انا جبت ايده لتحت. طبعا ما كنتش لابسه الجلد وبتاع عشان الناس اللي ايه اللي بتصطاد برضو، لا يعني كان في حاجز وكان في هدوم وكان في كده، زبت ايده لتحت وما قدرش يقاومني، وده واخد بطل العاب قوه. ولما قلنا له عيشنا له فكره حلوه وذكرى حلوه وحاجه هو فاكرها وفاكر كان لابس ايه وفاكر ضحكته، وقلت له قاومني ما قدرتش طبعا، هاتوا خمسه سته يا جماعه نزلوا ما حدش قدر.
انت ما بتعيش نفسك في الفكرة السلبية انت ذات نفسك مش هتقدر تطلع منها. اما تعيشوا نفسكم بقى قريتها بقى فكرة سلبية وبس، ده غلط والله صدقوني غلط، مش صح خالص، مش صح تماما الفكرة السلبية اللي موجود. طيب يبقى انا اما بعيش في الامر ده تتغير القناعات، تتغير الادراك، وبعد ما يتغير الادراك ايه بقى؟ الجوارح تنفذ، وده غلط، هيسبب لي احباط.